اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناه حمزه ذا فيدر. فكره الديسبوزبل او اجهزه البفات او الانفاس معموله عشان تسهل عليك تجربه انك تنقل من السجاير او من الشيشه الى الفيب، ولكنها بتركز اكتر على مستخدمين السجاير. ليه بقى بتسهل؟ لان مع الديسبوزبلز انت مش بتحتاج انك تجيب بقى مد وبود وبطاريه وليكويد وكارتجات والكلام ده كله. انت بتجيب جهاز فيه بطاريه، كويل، قطنه، ليكويد، كلهم موجودين مع بعض من الاول. تفتح العلبه، تشرب، تخلص وترمي. في حاجه زي دي ما توقعناش خالص ان يحصل فيها تطوير وانوفيشن وافكار جديده. بس هتعمل ايه مع الصين بقى؟ فهل الديسبوزبل عادي وفكرته البسيطه انك تفتح تشرب ترمي ده ممكن يحصل فيه تطور؟ ده هنشوفه مع بعض النهارده. الشركة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي شركة بدأت من 2013 وتعتبر من أقدم الشركات اللي في الصين اللي بدأت شغل في مجال الفيب، ولكن هم سجلوا العلامة التجارية اللي معروفة دلوقتي اسمها فيك كان سنة 2018. بدأوا في الأول مع أجهزة البود سيستم التقليدية جدا، وكان عندهم بود مشهور اسمه فيك إيرو، وكان ديزاين بتاعه جلد كده ولطيف ولكنه ما انتشرش في مصر قوي. بعد ما بداوا اتجاه الديسبوزبلز عملوا 9 موديلات مختلفه البفات بقى، من اول 5000 بف لحد 20000 بف، والموديل اللي هنجربه النهارده هو سبيس فيك ال 20000 بف. الموديل ده موجود منه 10 فليفرات، ولكن النهارده هنجرب 6 فليفرات، وطبعا هنعمل سحب ل6 فائزين، كل واحد هيكسب ديسبوزبل، وشروط انك تكسب دي هتبقى في اخر الفيديو عشان تكمل الريفيو معانا. الديسبوزبل شكله بسيط جدا زي ما انت شايف هنا، وفي هنا كده ايه شاشه بتبين لك مستوى الليكويد، فاضل قد ايه من الليكويد اللي جوه الديسبوزبل، وبيبين لك مستوى البطاريه اللي موجوده. بتفتح ازاي؟ 5 تكات، 1 2 3 4 5 كده بيفتح، ولو دوست 5 كمان هتلاقيه بيقفل معاك. هتلاقي من فوق الاثنين فليمز اللي انت شايفهم قدامك دول، ده بيبين لك هو شغال على كويلين ولا كويل واحد. مستوى البطاريه طبعا اول ما يقل معاك معناه انك هتشحنه بتايب سي، عادي جدا يشحن معاك لحد 100% وترجع تشربه تاني لحد ما مستوى الليكويد يخلص خالص، وساعتها تعرف ان الديسبوزبل كده شيعت وبترميها يا باشا. الكويلات اللي موجوده بقى مقاومتين، واحده مقاومه 0.5 وواحده مقاومه 1 اوم. طب ايه ميزه ان انت تشرب على مقاومتين في نفس الوقت؟ انت دلوقتي عارف ان الليكويد عباره عن طبقات وفليفر، فلما بتشرب على درجتين حراره في نفس الوقت بيديك بيرفورمانس احسن وبيخليك تدوق طعم احسن بكتير من لو كنت دوقت على مقاومه واحده. دي مش هتفرق معاك في فاكهه قوي، ولكن هتفرق معاك في ايه؟ الديسبوزبل ده مكتوب ان هو 20000 بف، في الحقيقه هو مليان ب 18 مللي ليكويد. فمن تجربتي الفتره اللي فاتت دي لقيت ان انا لو بشرب على الاثنين كويل مع بعض هو تقريبا بيقعد كانه 10000 او 12000 بف، انما لو استخدمته على كويل واحد ساعتها بيطول اكتر بكتير من الديسبوزبلز العاديه اللي هي ال 10000، ممكن فعلا يوصل وقتها ل 20000 بف. وده هتلاحظه كمان مع قوه النفس، يعني مثلا انا بجرب دلوقتي الديسبوزبل ده وهو فيه 2 كويل وانا فاتح الاير فلو من تحت على الاخر، بص عامل ازاي. انما لو على كويل واحد غالبا بيشغل بس المقاومه الواحد اوم، فالطعم بيبقى اقل شويه والدخان كمان بيبقى اقل زي كده. هتلاحظ كمان من تحت ان جنب التايب سي في تحكم للاير فلو بثلاث مستويات، تقدر تحركهم بالطريقه دي تختار انت عايز تشرب على انهي فتحه نفس بالظبط. هنجرب بقى مع بعض الستة فليفرز وهقول لكم رايي والمشاكل اللي انا قابلتها في الديسبوزبل دي في الاخر خالص. اول فليفر هنجربه هو الجريب ايس، وانا قررت ابدا بدال ان هو مشهور جدا في معظم الديسبوزبلز، البطيخ والمانجا والعنب دي من الحاجات التوب سيلينج يعني، فهنجرب ده اول حاجه. اولا تركيز النيكوتين هنا 50، ومش عارف هم عاملين 20 نيكوتين ولا لا، بس اللي هم نازلين بيه في السوق تركيز 50 نيكوتين. الجريب ايس ببساطه هو طعم العنب، شبه معظم الديسبوزبلز اللي بتعمل نفس طعم العنب، ولكن درجه الايس فيه مش عاليه قوي. انا عارف في ناس بتحب الايس يبقى كتير وفي ناس ما بتتزاول كده من فكره الايس، بس هو هنا متوازن شويه وطعم العنب باين حلو قوي. الديسبوزبل زي ما انت شايف كده هم عاملينه بطريقه كانه لميع جدا من وشه ومن ظهره، والشاشه مكانها هنا اللي فيها المعلومات اللي قلنا عليها. هو معمول ان هو لميع ودي ميزه وعيب في نفس الوقت.
وشكله تحسه فضائي كده، معمول بديزاين فضائي شويه، فممكن عشان كده هم مسميينه سبيس في. هتلاقي كمان ان هو في مكان العلاقة كده، دي عشان لو انت معاك علاقة وعايز تبقى رابط الديسبوزبل حوالين رقبتك او حاجه، ففي مكان ممكن تشبك فيه علاقة، بس هي مش بتيجي مع العلم. الجريب ايس اللون بتاعها لون موف، وبصراحه ده من اكتر الالوان اللي شداني وحابب قوي ان انا امسكه في ايدي كده، شكله شياك. الفليفر اللي بعد كده هو الووتر ميلون ايس، لون الديسبوزبل جاي باللون الاحمر اللميع، وتعالى نجرب طعمه. طبعا فليفر الووتر ميلون الصيني مختلف خالص عن معظم الليكويد الامريكي، اللي طعم الووتر ميلون بيبقى كاندي اكتر، واوقات كتير جدا بيحطوا كانتالوب، لكن الطعم هنا هو بطيخ 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 عصير مع شويه ثلج. ده الطعم وتسكيره حلو قوي بصراحه. انا معظم الوقت ما بحبش فليفرز البطيخ علشان سكرها بيجزع، بس هنا انا حاسس توازن حلو قوي ما بين السكر والايس وطعم البطيخ نفسه. نشوف اللي بعده. الفليفر ده بقى هو كوتون كاندي، وده افضلهم في الطعم بالنسبه لي، والديسبوزبل بالشكل اللي هو ايه السيلفر ده. ويمكن زي ما هتلاحظوا كده، احد العيوب في الديزاين ده واكبرهم ان هو بيبصم بطريقه رهيبه، مجرد ما تمسكه كده خلاص بتلاقي ايدك في كل حته، بس هو بمجرد ما تمسحه بمنديل ما بيسيبش اثر ويسيب علامه سخيفه، يعني بيتمسح على طول. وفي نفس الوقت لو في مكان معكش مرايه ومحتاج تبص على نفسك بسرعه في ظهر الديسبوزبل، طبعا انا اقرع بس يعني ايه، ببص على نفسي بسرعه في ظهر الديسبوزبل كانه مرايه بالظبط. نجرب الفليفر. ده بالنسبه لي احلى طعم، لانه فعلا طعمه شبه الكوتون كاندي، طعمه شبه غزل البنات، غزل بنات مسكر وشكرا جزيلا. تقعد تشرب غزل بنات رايح جاي وريحته حلوه جدا، فينفع معطر. نشوف الفليفر اللي بعده. ده وطبعا هتلاحظ ان اللون بما انه بينكات كتير فهو ميكس ما بين البطيخ والفراوله والايس. نجرب. ميكس حلو ولطيف، طعم الفراوله باين في الخلفيه كده، طعم البطيخ هو المسيطر طبعا، مش فارق قوي عن طعم الووتر ميلون اللي كنت مجربها قبلها، بس في هنت فراوله في الباك جراوند، فمش فارق معاك الفراوله قوي، ده او البطيخ الاثنين زي بعض مش فارقين كتير. ونشوف الفليفر اللي بعد. الفليفر بعد كده هو بلو راز ليمون، ولونه تركواز، درجه من درجات الازرق. طبعا البنات بيبقوا فاهمين اكتر في درجات الالوان، انا بالنسبه لي ممكن اقول عليه ازرق عادي، بس هو لونه اللي هو بالانجلش اسمه تيل يعني، او بالعربي تركواز تقريبا. بالعربي مش تركواز، ده فرنش اساسا. ما علينا ما علينا. النيكوتين، قوه النيكوتين هنا مختلفه خالص عن معظم الديسبوزبلز ال 50 اللي موجوده في السوق، محسساني اكتر ان هو كانه ليكويد بريميوم امريكاني بتركيز 50 نيكوتين. نجرب بقى اخر فليفر قبل ما يجي لي اوفر دوزج نيكوتين. اخر فليفر هنجربه النهارده وهو اللون الاسود الشيك جدا، وده اقل لون بيبين البصمات. الفليفر ايه؟ بطيخ مع خوخ مع مانجا. اخيرا المانجا جت. انا انصحك هنا في الديسبوزبل ده لو جبته انك ما تشربش على اكبر كميه اير فلو، ممكن تختار فتحه واحده او فتحتين، ما تشربش على الثلاثه عشان النيكوتين ممكن يضايقك شويه، الا لو انت من محبين خبطه النيكوتين الجامده، فاشرب على اثنين كويل وثلاثه اير فلو وعيش يا معلم. الفليفر اكتر حاجه باينه فيه هو طعم الخوخ، بعد كده المانجا، البطيخ مظلوم جدا ويعتبر مش باين، فهي اكتر تعتبر خوخ ومانجا. وهنا ليفل الايس اقل واحد فيهم يكاد يكون موجود، وده هيبقى مناسب للناس اللي ما بتحبش طعم الايس يبقى جامد. كده خلصنا ريفيو، وتتبقى الهدايا. دلوقتي في سته ديسبوزبل، اتاكد ان انت عامل كومنت على الفيديو هنا على اليوتيوب وكمان على انستجرام، هتلاقي بوست عن المسابقه، حط كومنت هنا وكومنت هنا عشان تزود فرصك في انك تكسب. طبعا انا هختار سته، كل واحد هيتشحن له جهاز من دول، بيتعمل السحب على لايف على انستجرام، واتمنى تبقى من سعداء الحظ اللي هتكسب واحد من الديسبوزبلز دي. اتاكد طبعا انك عامل لنا سبسكرايب هنا على اليوتيوب، واعمل لنا فولو على انستجرام، وبرده على تيك توك علشان تتابع كل حاجه جديده بنتكلم عنها في اخبار الفيديو.